سلمان، شفت المدرب وش سوى فيني أمس؟ ظلمني وطلعني من المباراة. صحيح ظلمك، والمدرب فاشل. فاشل وبس، فاشل مرة. بصراحة هالمقهور منه مرة. طبعا يا محمد، أنت أحسن لاعب وأنت نجم الفريق. أنا أفكر أني أترك الفريق. لازم تترك الفريق. السلام عليكم، كيف حالك شباب؟ سلام. شو السالفة؟ شفت المدرب أمس طلع محمد نجم الفريق. قرار المدرب صحيح 100%. إيش؟ إيه نعم، قرار المدرب صحيح. تدري ليش يا محمد؟ إيش؟ لأنك أناني، ما تناول أحد، تلعب بالحالك. يعني خالد أحسن مني في اللعب؟ لا، خالد مو بأحسن منك، لكن خالد متعاون، ياخذ ويعطي الكرة، والفوز يحتاج إلى تعاون.